لي والدة يبلغ عمرها 50 سنة، وقد أدت العمرة وصلت، وقد أدت فريضة الحج، وفي مزدلفة صلت المغرب والعشاء جمعا وقصرا، ثم توجهت إلى منى ورمت جمرة العقبة الأولى، والباقي وكلت فيه، وكان ذلك قبل الساعة 12 ليلا، هل عليها شيء؟ هذه تركت واجبه، تركت المبيت بمزدلفة وواجب، وأقله إلى نصف الليل، ما ترى ما انتظرت إلى نصف الليل، يكون عليها فدية عن ترك المبيت بمزدلفة، ورمت الجمرة قبل وقت الرمي، يعني أول وقت الرمي بعد منتصف الليل، وهي رمت قبل منتصف الليل، يكون عليها فدية عن الرمي. وأما التوكيل على بقية الجمرات، توكيل على بقية الجمرات إذا كانت عاجزة التوكيل صحيح، وإذا كانت غير عاجزة فلا يجوز لها التوكيل. نعم.